تفكيرنا شويه في ماتش بكره امام طبعا زي ما كنت بقول سان داونز. القصه كلها ان انت عايز تركز ازاي ممكن يعني تكسب بهدفين على الاقل. انا بتكلم هدفين على الاقل وتاهل كمان للنهائي. عشان كده رسالتنا النهارده هيكون مين اللي خليني اقول للجماهير اللي هتتواجد بقوه واللي دايما كمان تكون مع فريقها في كل المواقف. شفنا ده على مدار مباريات طبعا. وعلى مدار طبعا بطولات كتيره جدا الفتره اللي فاتت. عندك 90 دقيقه متواجده ومن اجل التاهل هنا احنا عايزين نركز شويه وعايزين نؤازر الفريق. انا عارفه في ناس كتير على فكره حتى احنا رسالتنا كانت امبارح يعني في نوع مش هقول من الغضب بس اللوم شويه، لكن خلي الى حد ما برده الرسائل توصل لان كل حاجه بتوصل للعيبه. خليني اقول لكم يعني اكيد حضراتكم عارفين مش عايزين نصدر روح انهزام. الفريق عنده مباراة مهمة جدا وعنده يعني مش هقول بس مباراة اللي هي غدا، لا ان شاء الله انت عندك كمان مشوار طويل جدا صعب محتاجين جدا نكون واقفين معاهم. انا اتوقع وجود الجماهير يا كريم بكرة هيكون لي عامل كبير جدا ايجابي طبعاً. لكن برضو انا مش بحب ان احنا نعول بس على المباريات اللي بتكون على ارضك. انا بحس ان بالعكس لو انت فزت على ارض المنافس ده بيكون يعني زي ما بتقول اد فاليو او يعني شيء افضل بكتير وبيريحك في نفس الوقت. احنا كنا على الاقل تعادلنا على ارض المنافس كان ممكن ان احنا نلعب هذه المباراه واحنا شويه مطمنين، لكن هنشوف ايه اللي هيحصل. زي ما كنا بنتكلم نتمنى ما يكونش بس في لعب دفاعي وفي جيم مقفول، عايزين نشوف جيم كويس عشان عايزين نشوف فيه هجوم كمان وعايزين نشوف فيه اكيد في الاول في الاخر سكور يعني مرضي لجماهير النادي الاهلي. فبالتوفيق ان شاء الله. ما فيش يعني ذره مساحه لان احنا نشوف الحاجات اللي كان لينا عليها تحفظات كتير في الماتش اللي فات. على فكره شيء من التحفظات ابتدى من اول الماتشين بتوع سيمبا، يعني كان في شويه حاجات كده ايه، بس كالعاده كالعاده احنا اكيد كلنا عندنا ثقه في يعني في لعبتنا وفي الجهاز الفني. فيما يتعلق بالجمهور بقى، في الحقيقه الجمهور برضه هو كمان كالعاده دايما بيبقى له مفعول السحر مع اللعيبه. الجمهور بشكل عام وجمهور النادي الاهلي بصفه خاصه، والكلام ده مش جديد، الكلام ده من قديم الازل عبر التاريخ 100 مرة قبل كده كان الجمهور فعلا هو مفتاح النجاح ومفتاح العبور والتصعيد للنادي الأهلي في بطولات مختلفة في سنوات مختلفة. جماهير النادي الأهلي الحقيقة طول عمرها لا تكل ولا تمل من المؤازرة ومن تشجيع اللعيبة. بالمناسبة حتى لو عندهم تحفظات، حتى لو عندهم لوم زي ما انت يعني اللفظ اللي انت استخدمتيه مظبوط جدا، حتى لو عندهم لوم على اللعيبة او على الجهاز الفني او على اي شيء، دايما موجودين ودايما صوت هتافهم بيرج المدرجات ودايما بيبقى لهذا الهتاف انعكاس ملموس على اداء اللعيبه وبالتالي على نتيجه المباراه بشكل عام. وده اللي احنا بنتمنى ان شاء الله ان هو يحصل بكره في الماتش. جماهير النادي الاهلي ياما ولعت يعني المدرجات قبل كده، وزي ما قلنا امبارح وزي ما قلنا من شويه وهنقول تاني، احنا واثقين في الجهاز الفني وفي اللعيبه وان شاء الله عندنا امل كبير ان هم بكره يعملوا اللي عليهم وزياده ونتاهل للنهائي ونحقق نتيجه ايجابيه مرضيه لجمهور النادي الاهلي.